ودلوقتي تعالوا نروح لزميلتنا ليندا عبد اللطيف علشان نتعرف منها على ايه اخر اخبار الطقس والعملات واسعار الذهب. صباح الخير يا ليندا. صباح الخير مصطفى. صباح الخير جوانا. صباح الخير يا ليندا. طمنينا. الحقيقه الجو ما زال حر اكيد. أوف. يا مصطفى، القاهره امبارح سجلت 35، النهارده بتسجل 36، ولكن بقيه المحافظات درجات الحراره مشابهه لامبارح. الرطوبه ما زالت مستمره عاليه طبعا. اتفضل يا ليندا. صباح الخير عليكم مشاهدينا. دلوقتي تعالوا نتابع مع بعض متوسط اسعار صرف العملات الرسميه، والبدايه هتكون مع الدولار الامريكي وسعر البيع والشراء. سعر البيع سجل 18.96، اما الشراء فسجل 18.88. اليورو البيع سجل 19.45، اما الشراء فسجل 19.36. الجنيه الاسترليني البيع سجل 22.67، والشراء سجل 22.57. الفرنك السويسري البيع سجل 19.55، اما الشراء فسجل 19.46. هنروح لليوان الصيني، البيع سجل 2.80، اما الشراء فسجل 2.79. الريال السعودي البيع سجل 5.04 جنيه، والشراء سجل 5 جنيه وقرشين. الدينار الكويتي البيع سجل 61.71، والشراء سجل 61.37. واخيرا الدرهم الاماراتي البيع سجل 5.16، والشراء سجل 5.14. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب، فعيار 18 سجل 843 جنيه للجرام، اما عيار 21 فسجل 984 جنيه للجرام، وعيار 24 سجل 1125 جنيه للجرام، واخيرا الجنيه الذهب سجل 7872 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ولسه في ارتفاع في نسب الرطوبة الصبح، وده هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بحوالي درجتين لثلاث درجات. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 36، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 41، وأقل درجة حرارة في مرسى مطروح 29. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.